جرجير احلى الكرات. استنى يا سمير، خدني معاك يا سمير. العلاقه دي مقرفه قوي والمصحف. يلا يا حبيبي انت اهو، يلا يلا. انتوا عايزين مننا ايه؟ انتوا مش خلاص خدتوا زمانكم؟ جايين كمان تاخدوا زماننا؟ ما تسيبونا بقى يا اخي، سيبونا نعيش بمزاجنا بقى يا اخي. انا خمس دقايق هدخل جوه اخرج ما الاقيش اي كلب عفريت فيكم. ها ماشي كمان بيشتمنا ويقول علينا كلاب؟ يا لهوي ده قل مزاجنا، الله يقل مزاجه. يا لهوي، هو ده مزاج اللي بيتكلم عن انت مالك يالا؟ مزاجك مش رايق ليه؟ في ايه يا عم؟ اسكت يا عم. اسوأ شغلانه في العالم انك تشتغل شبح دي. اه والله العظيم فعلا. انا بقى لسه داخل البيت وهصلي فرض، الله يقوم واحد محضرني. والله العظيم حاجة تنرفز. أنا كل برضو متضايق من الموضوع ده قوي. ليه يا عم؟ كل ما أغيب من المدرسة العيال يحضروني برضو. يا عم أنت مشكلتك مش مشكلة، أنت تعرف النهاردة اللي فرحني إيه؟ إيه؟ مكالمة الولد دراكولا. أقسم بالله. كلمني بنفسي والله. يا ابن اللعيبة يا دراكولا. لا بقول لك على حاجة، دراكولا اداني مين؟ مين؟ سيناكولا. يا نهار أسود. أخو سيناكولا؟ أخو سيناكولا الصغير ابن اللذينة بقى يقول لي زهدي وش؟ زهدي ده كان واقف من جنب من يومين عمال يعمل غازات ولا عبرته والله العظيم. خلاص خلاص. سيناكولا؟ سيناكولا راحت عليه خلاص يا عم، ما بقاش يمص دم. أمال إيه؟ بقى يمص أصفر. يا نهار أسود على الأيام والناس. عجزنا يا راجل يا عجوز، ده أنت أقرع عين. لا يا حبيبي أنا زي الفل أهو. ليه يا عم؟ ده أنا هنا من 700. يا نهار أسود على الشغلانة اللي لمت عيالي يا جدعان. أنت هنا من كام يا بيه؟ أنا من سنة 3000. قبل الميلاد؟ أمال في عيد الميلاد؟ انت مجنون يا ابني. انت هنا بالفراعنه؟ ايوه والله، من ايام الفراعنه كنت ميكانيكي عجلات حربيه خاربها والله العظيم فلوس. خلاص. والجودة عامل لي فيها يوسف شاهين ويقول لك انت عمر وانت ويولع علينا سجاير ويقول لك وشنا. قال لي مزاجنا الله يقل مزاجه ويجي يتكلم علينا. والله ما سامحك. يلا حبيبي ما مشيتوش لسه؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، يلا اتكل على الله. والنبي سيبنا حبه شويه. يلا يا حبيبي اتكل على الله. ابوس ايدك يا استاذ يوسف سيبنا. ده ايه ده؟ استعطاف كده بتستعطفني يعني؟ اه. يلا يا حبيبي اطلع بره يلا. والنبي سيبنا ملناش مكان تاني نبات فيه. انت كده عندك امساك يا ابني مش استعطاف. يلا يا حبيبي اطلع بره يلا. مش هتسيبنا؟ لا 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 يلا. والنبي يلا يلا انت وهو يلا. يلا يلا. مالك مالك يا زهدي في ايه؟ العينة يا أم شجر، الراجل ده مش عايز يخلينا نقعد في البيت. انت عايز تمشينا من البيت؟ اه طبعا امشيكم من البيت، بيتي ودافع فيه فلوس لمعلم خرباوي. لا مفيش الكلام ده بقى، المعلم خرباوي اصلا مش صاحب البيت ولا حاجه، ده راجل نصاب جه خد الفلوس بتاعتك وضحك عليك ومش هسجل البيت. لا نصابي؟ لا 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 طبعا، لا ده انا اديته الفلوس ومعايا العقود، اداني عقود على طول. اقول لك حتى باماره فرماوي اللي معاه اللي عامل نفسه اخرس وهو ولا اخرس ولا حاجه. هو فعلا مش اخرس لان كل شويه كان بيبان انه مش اخرس والتاني داري عليه، بس انا معايا نمرته انا ممكن اكلمه يعني. كلمه واحنا ممكن نساعدك في اي حاجه. ما انت عبط اساسا، انا اسيب بيتي لاشباع عبط ليه يعني؟ ثانيه واحده. قافل الموبايل. ها؟ قلنا لك نصاب. ممكن يكون مفيش سيجنال عنده ولا حاجه. لا 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 هقول لك انا على حاجه، هو معاه موبايل صيني بخطين. احنا هنجيب لك بعون اللي هي الرقم الثاني. الرقم الثاني بتاعه؟ ايوه. يا عم انت عبط ولا هتعرفوا تجيبوا ارقامه؟ يا عم اتفرج علينا مره بس. ماشي ورينا هتجيب الرقم ازاي. دينا الفرصه بس مره. الرقم 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 هو ايه؟ الرقم 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 هو ايه؟ زيرو هو ايه؟ واحد هو ايه؟ اتنين اتنين هو ايه؟ خمسة صفار هو ايه؟ خمسة هو ايه؟ تسعة هو ايه؟ تعالى 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 تعالى. خد بالك عشان في رصيف جنبك، حضن بالراحة. ما تقلقش. خد بالك قفل بقى. الرقم عندك على الموبايل حالا. ايه ده فعلا؟ ايه ده؟ أكل عيشنا بقى، هنعمل لك ايه؟ بتاع فريت نوكيا بقى. اه اصبر اصبر استنى اشوف كده. بيرن بيرن بس. الو؟ بيقول لي الو. قول الو. اه عادي صح. ايه الو؟ ايوه ايوه يا خرباوي. بص بص قول له ان انا مش هنا. هو مش هو ايه اللي مش ايوه ايوه يا خرباوي بقول لك ايه، جبت النمره منين؟ لا ما انت كنت اديتهالي بس انت كنت ناسي. ايه عايز ايه؟ البيت فيه اثار. البيت فيه اثار ايه؟ اثار الحكيم جري جري جري. يا دم خفيف قوي اثار يعني اثار الحكيم. ايه دم اهلك هايل يعني.
لا اثار ايوه اثارات يعني اللي هي في المتاحف. بص قول له ان انا مش هنا. هو يا عم بنت يا عم بنت. ايوه طب تعالى بقى ولا ايه؟ اكلم البوليس ولا اكلم البوليس؟ البوليس يجي هو ياخد الاثار. هتيجي؟ طيب جاي. اقول له ايه تاني؟ قول له التكييف عايز فريون. التكييف عايز يا عم فريون ايه؟ يا عم الاوض نار بالليل. يا ابني انتوا عفاريت. طيروا. قول له يجيب الفلوس من العربيه عشان ما تتسرقش. وانت جاي لنا بقى وداخل جوه البيت هات ال 200 الف جنيه بتوعي معاك عشان ما يتسرقوش من بره، عشان في حراميه بيسرقوا ال 200 الف. تعالى على طول. ماشي يلا مستنيينك. سلام. ايه رايكم؟ انت عارف اول لما يجي هنعمل لك فيه ايه؟ هنقتله وهنموته بالاباقيم. لا بالكوريه بالجبنه المتبله. احنا بنختار طعم شيبسي يهطل. ايوه معلش هنموته بالسطور. انتوا كل واحد عايز يموته بالعقده اللي عنده. مالكوش دعوه. المهم يجي مش عايزين نموته ولا حاجه، انا عايز فلوسي وخلاص. طب خلاص يبقى كله يستخبى دلوقتي. انتوا هترعبوه؟ ماشي يلا كله يستخبى. يلا اتركوه جاي دلوقتي. يلا السلام عليكم. يلا حلو. مية كده. برضو. بص اتخن منكم ما خفتش منهم. تحت امرك يا سيدي. خير انت مين بقى؟ انا حمدان. وانت؟ انا حمدان. انت حمدان وانت؟ انا حمدان. واحد فيكم حمدان التاني؟ انا حمدان. ماشي انت حمدان. ايه حكايتك يا حمدان؟ اصل الحكايه هتنشاف ولا تنحي. في يوم من الايام قال الغفير علواني وقال لي الحق يا كبير. هو انت علوان؟ انا حمدان. امال جالك الغفير علوان يبقى انت علوان؟ انا حمدان. ماشي جالك الغفير علوان وقال لك الحق يا كبير الواد حسنين خرج من السجن وحالف اخو بتر اخوه الليله. قلت له انت ازاي تسيبه يهرب منك من غير ما تخلص عليه يا علوان؟ طب والعمل يا كبير هنسيبه يرمح في الارض دي ولا ايه؟ لا لازم نخلصه منيه. لازم اتغدى بيه قبل ما يتغدى بيه. اصلا كانت ساعه غدا. رحت رايح لحسنين وقلت له مالك يا حسنين؟ هي العين عليت على الحادب ولا ايه؟ عم غفلني وانا بشرب القهوه راح ساحب السيف وراح نازل وحصل اللي حصل. ايوه ايه اللي حصل؟ فلقني نصين. فلقك نصين؟ فلقني نصين، نص بيبدا الجمله والتاني بينهيها. وانتوا طالعين لي ليه يعني يا عم حمدان؟ بقول لك ايه، انا مش فاضلكوا دلوقتي. الراجل صاحب البيت الراجل النصاب ده جاي لي. اتكل على الله انت وهو بدل ما افلقكوا نصين تبقوا 12 في البيت. يلا اتكل على الله. يلا هم معايا. يلا 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 يلا, يلا. يا جو ايه الاشباح اللطيفه دي؟ يا جو ايه يا ماي بيبي؟ انا جبت شيخ، ده احسن شيخ في البلد، هو ده اللي هيخرج لنا كل العفاريت من البيت. حبيبتي انت رحتي جبتي شيخ وجيتي؟ برافو عليكي يا مايا. بص ده هيخرج لنا كل العفاريت من البيت. مايا حبيبتي يعني انا مبسوط بيكي جدا. انا طول الوقت فاكر ان شخصيتك اتغيرت، لكن واضح العفاريت هم اللي غيروكي مش كده؟ لا يا بيبي انا زي ما انا. هم اللي غيروني. مايا هم اللي مغيرينك وكنت بلدي كده. طب فين الشيخ ده؟ هو هيجي دلوقتي هيخلي لنا البيت ده بقى عداله. عداله يا بنت العفاريت بيعملوا فيك ايه؟ هيخليه سو كيوت. هندهله بس هستخبى عشان بخاف. ماشي يلا اندهل. اتفضل يا مولانا. دستور يا سيادنا دستور. اهلا وسهلا يا عم الشيخ. اهلا وسهلا. خير؟ لا خير ان شاء الله. حضرتك يعني زي ما مايا قالت لك البيت هنا مليان اشباح، حضرتك تقدر تمشي لنا الاشباح دي؟ انت ما تعرفش انا الشيخ مين؟ حضرتك الشيخ مين؟ انا الشيخ بتاع لفك اعمال السحر والشعوذه لمعرفه شخصيه حبيبك من اسمك. اتصلوا بي 24 ساعه هرد عليكم بنفسي. انا سماح انور.
حضرتك الشيخ سماح؟ اي نعم. اهلا وسهلا يا شيخ سماح. اهلا بحضرتك. حضرتك تقدر تطلع لنا عفاريت من هنا؟ يا بيه ده تخصص عيلتي كلها، انا اخويا الكبير تخصص عفاريت، وانا تخصص اشباح، والصغير تخصص نساء وتوليد. مجموعه. ما جابش مجموعه عنده حضرتك. ركز في الموهبه اهو. حضرتك طيب يعني ممكن تطلع لي الاشباح هنا في عدد كبير يعني ممكن طبعا. حوالي 6 أشباح 8 أشباح. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ هو ميزو ورودي ما جوش؟ مين ميزو ورودي؟ العفاريت اللي شغالين معايا. ده في عفاريت شغاله معاك؟ ميزو ورودي. لا حضرتك ما حدش جه، ما فيش غير عفاريت اللي هنا. لا ثواني عشان التاخير ده في الشغل ما ينفعش، انا هطلبهم اشوفهم فين. يا ريت. 01 نينينينينينينينو. ثانيه واحده، انت بتقول نينينيني برضو؟ لا بس قلت نينينو عشان ده سيزون 2. اهو اهو بيجمع. مين؟ العفريت. الجن المطلوب مغلق او غير متاح، ممكن تبعت له مين يكل بصوتك؟ لأدعية محمد جبريل اضغط نجمة. ايه؟ قفل تليفون. طب هتشتغل ازاي من غيره حضرتك؟ هطلبه على الرقم التاني. معاه رقم تاني؟ انا مدلع اللي يشتغل معايا، عدة بخطين واتساب وكل الدلع. 01 ني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 نا. والله الموسم العاشر هتقول نينينينا، انا عارف. الو ايه يا زفت؟ مش في اوردر الساعه 5؟ يعني المحور واقف يركب تاكسي. عفيت هيركب تاكسي حضرتك؟ انا مدلعهم مدلعهم. اخلص. لا مش الفيلا المكه، لا الكافيه. لا لا مش المكه، انا قلت له مكه ولا كافيه؟ قلت له ايه؟ كافيه. كافيه ايوه. اخلص يلا مستنيك. يا سلام سلام، لا اله الا الله، حرقته. عاشر عفريت احرقه، مش عارف اشتغل. حضرتك ركز يعني ركز. انا بتكلم بتلقائيه معاهم. عفريت ما ينفعش تقول لهم. حضرتك ينفع تشتغل لوحدك يعني؟ طبعا. يا سلام ده سهل جدا اشتغل لوحدك. تعرف تطلع الاشباح دي من هنا؟ ما انت لسه شاكك برضه في قدراتي. حضرتك يعني ليك سوابق؟ اصل انا هقول لك حاجه، انا ما بعملش شعوذه وبرقوق يا حرقوق والحاجات دي. ايه ما بتعملش برقوق يا حرقوق؟ لا انا ما بعملش الحاجات دي. معناها حلو والله. برقوق يا حرقوق؟ هبعملها بكره. هو الموضوع ايه؟ الموضوع علم. قايم على علم. اللي هو برقوق يا حرقوق. اديك مثل على العلم ده. انا مره في بيت تلبسها جني. قالوا لي تعالى يا شيخ طلع الجني ده، وانا رايح اشتريت ترنج من اديداس ورحت. قلت له ايه يا جني؟ لابس البت دي ليه؟ اخرج البس الترنج. اقناع، ازاي تقنعه؟ علم وتعرف مقاسه ازاي؟ شوف يعني خرج من البنت اللي لابسها ولبس الترنج براند، لابس براند وماشي. حضرتك يعني انا اول مره اسمع عن شيخ يعني بيقنع الناس، يعني بيقنع العفاريت. هو ده الجديد. طب ممكن تقنع العفاريت اللي هنا ان هم يسيبوا لي البيت لان انا اللي اشتريته؟ انا شايفهم قدامي، اطلعهم حالا. ابعد عشان ما فيش حاجه تطرطش عليك. افتح بيبان قلبك واعرفني، انا شابح زيك انت، تشوفه يبان عليه مدور شكله يخوفك. يا شيخ روح الله يقرفك. وبعد ما تعرفه بيطلع طيب وابن ناس. شبح وأصيل مليان حماس، تقول صاحبتي شبح جديد. كده كده أحلامنا قدام عينينا، والفرصة لسه في إيدينا. أنا مش لوحدي في الدنيا. يا ابن اللذينة يا عمار. إيه يالا؟ إيه؟ عم شيخ؟ أنت إيه صاحبهم ولا إيه؟ أنت ما تعرفش دول مين؟ مين؟ دول أشباح المطرية. أشباح المطرية؟ الشبح ده من المطرية؟ والشبح ده من المطرية؟ منين من المطرية؟ من الكاوتش. منين من الكاوتش؟ من عند البلف. ده أنت غاوي بقى. والشبح أكيد من الكاوتش نفسه. أنا من المشلان. الراجل اللي هو المنفوخ ده. والله صح؟ إيه ده إزاي ما خدش بالي؟ شبح مشلان. بس انت غدار، بس اصبر لنا بس. انا غدار ايه يا عم؟ ده مايا هي اللي راحت جابته.
انا بالنسبه لي مبسوط معاك، وده انتوا اشبح لطاف جدا والله العظيم. عارف بص، عارف اللي قال مين؟ مين هو الراجل ده؟ ليه ممكن تصرفوه؟ ماشي هنصرفه لك دلوقتي، بس استنى. انتوا مضايقين الراجل ده ليه يا عم؟ انت عارف ان احنا هنا من الحمله الفرنسيه. طب ما الناس واخده البيت وضع يد اهو. يعني انت مش هتعرف تخرجه؟ لا الموضوع ده الاسم بقى، تروح الاسم انا ماليش فيه. ماشي انا عموما حابب الناس دي وعايزهم هنا. ايه ده يالا؟ ايه ده؟ ده بخور ده؟ لا ده خبور يا ابن اللعيبه. يا لهوي يا عمار، يخرب بيت دماغك يالا. وحشتني قعدتكم يا اولاد اللذين. والله العظيم ده احنا هنقعد مع بعض كتير. ايه ده، انتوا سبتوا الاشباح واشتغلتوا مع محسن الحلو ولا ايه؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ طب يلا امشي، يلا طلعوه بسرعه لو سمحت. يلا بسرعه بسرعه كده. حلو سلام يا عمار. يلا انتوا هتوصلوني وانا غريب. سلام، نتقابل في صلاه العشاء. ماشي يا عمار. يلا سلام. يا ايه ده صاحب البيت جه خرباوي. يلا بسرعه يلا بسرعه يلا بسرعه. يا يوسف بيه، يوسف بيه، يوسف بيه، انت فين؟ ولا يا فرماوي، لا اثار في قلب البيت يلا، وهنتنغنغ يلا. شك شك اهو النور قاطع من بوزك الفقري، بنور بيقطع. ولا ما تجيش جنبي انا بغير يلا. بس انا يا فرماوي عشان الله العظيم بغير. بس انت مين؟ ادوس بنزين. عايزين مني ايه؟ روحك ترتتت. ارحموني ترتتت. طب سيبوني ترتتت. فرماوي ترتتت. اللي نظرة عينها تجن، او اللي نظرة يقول لي يحنن يحنن يجن، والله هنجح في شبح جت تالنت والله العظيم. يا ابني صوتي حلو يا ابني. يب نخوفه الاول وبعد كده نخش المسابقه. ترى ولا ولا نعم ولا ولا مخيفه قوي. ايه ده، اول مره تخوف والله. انت عسل شويه لكن دي. ولا نعم سيب الفلوس وتوكل على المولى. اهي الفلوس اهي عندكم، خدوها اتكل على الله. بس انا عايز التليفون بتاعي، اختفى من جيبي. ايه التليفون اختفى؟ هو فين؟ موجود. ايوه موجود. فين موجود؟ فين؟ هتلاقيه جنب الكوري. يا عم قول لي فين بدل ما مد ايد واخده انا. ايه خلاص اتهبلت في مخك ولا ايه؟ امشي انا من هنا. امشي انا عشان امشي. اهو اهو اهو. ايه ده سنة؟ ايه ده في ايه؟ هبابه 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 تهابه. ايه ده بيقول شعر ده ولا ايه؟ ولا في ايه يا هبابه؟ صلي. لا أبل. يلا صلي تاني. لا أبل. أهو ده اللي هيدخلني الجنة. يا لهوي. نية قلبك دي هتودينا في 60,000 مصيبة. سيبني بقى نشوف شغلنا دول. غور يلا يلا يلا. غور. خوفناك يا جدعان. مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا جدعان، ده احنا خوفناه بجد. ده على كده الطيران ده ممكن يبقى بجد وجداني. أنا رايح أطير. يلا. نعم. المانجا أحلى ولا الكاكا؟ الموز مش عايز فكاكا. يا شوق ايه الاخبار؟ خوفناه ومشيناه وجبنا لك فلوسك. والله اشباح مية مية. وريها الفلوس اهي الشنطه والروزه مروزه. برافو عليكم يا جماعه، برافو عليكم. والله ما عارف اقول لكم، انتوا اجدع اشباح شفتهم. انتوا اول اشباح اشوفهم في حياتي. الله يخليك يعني. بس بنخوف اهو. بتخوفوا غيري. لكن بالنسبه لي يعني لا، احنا معاك هفقات. ما ايوه بس انا كده خلاص خدت الفلوس بتاعتي، يعني البيت ده مش حقي، يعني لازم امشي طبعا. لا والنبي يا جو، انت هنا هتقعد معانا لا ايجار جديد ولا خلو رجل ولا اي حاجه. ايه يا جماعه بس مش بيتي برضو، ده بيتكم انتوا، ده حقكم. بس احنا حبيناك يا جو. يعني اقعد معاك هنا؟ اقعد معانا والنبي. طب ولو طلبت اي حاجه هتعملوها؟ اي حاجه تطلبها بعون الله هتتحقق لك. اكل شرب فلوس اللي انا عايزه. دريم بارك. طب انا عايز اكل صينيه بطاطس برقب الفراخ. ايه ده اهي صينيه البطاطس ورقبه الفرخه شايلها وما